السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأوقاتكم بكل خير. يسعدنا ويطيب لنا أن نجدد التحية بكم في هذه الحلقات الاستثنائية من برنامجكم برنامج الريس، حيث نتواصل مع هذه الحلقة السادسة، وهي الحلقة التي تواكب خامسة أيام هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي الذي يحمل اسم المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، مهرجان يأتي تنفيذا للتوجيهات الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. عشنا منافسات ممتعة، منافسات قوية بمشاركة شعارات أصحاب السمو السعادة الشيوخ، حيث تابعنا على فترتين صباحية ومسائية أشواط مثيرة للغاية، منها شوط من حاف التي تحدثنا عنها في ليلة البارحة مع أحد المحللين، وتوقع أن تكون هي صاحبة الحضور القوي، وبالفعل سأكشف لكم عن اسم هذا المحلل بعد شوي. ولكن دعوني الآن أرحب بالزملاء سهيل بن بطيب بن غراب الكتبي، وغانم بن رد الهاجري، وراشد بن حارب السعدي، وفهد بن مبارك بن حباب، وحمد بن علي بن جرحب، ومشاري بن ناصر اليامي، وكذلك سالم بن محمد السندوانة. يا مرحبا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير يا الربع. الله يخليك يا مرحبا، مساء النور يا أبو سلطان. نذكركم مشاهدين الكرام بأن بإمكانكم المشاركة معنا عبر وسم برنامج أندرسكور الريس على منصة إكس للتواصل عبر برنامج أندرسكور الريس، فنرحب بكل المشاركات. إيش رأيكم أكشف لكم للمشاهدين اسم المحلل اللي قال لي؟ ما يحتاج. عرفته؟ ما يحتاج. زين. عرف بن حباب مهم المشاهدين. بن حباب يقول أنا عرفته. طلبت من بن غراب البارحة أنه يعطيني أسماء يحط عليها على ما قالوا خطين يتوقع أن يكون لها مستقبل. قال لي سعد، بيني وبينك ساصرني الرجال، قال من حاف وشخصية. من حاف حققت المركز الأول في الشوط الأول والتوقيت الأفضل 7:31، وشخصية فازت في الشوط التاسع. يا مرحبا بك ابو سلطان، وترشيحك جاء في محل. الله يمسك. والله كانت شايفين لهم مركاب هنا، ذكر طيب عندكم هنا تابع على التلفزيون، من حاب شاب في الشوط الاولي وخاي شاب في الشوط المؤخر، وكانت ركعة طيب ويبشرهم بخير، وعنده رجال بعد مضمر بالدرجة الاولى يستاهل مباراة. ابرز ما يميز من حاف وابرز ما يميز شخصية. والله يبوش سبب، لكن الناقة هاي من حاف تسرح قبل وشرح في الاوائل وتنهي نهايه طيبه، وهذه بعد شخصيه تلحق في منتصف المسافه وتنهي. انا هي اللي شفت من مراكيضا المركاض اللي قبل هذا تمهيد هنا عندكم صاحبنا. نعم حمد، استمتعنا اليوم بمنافسات عاليه المستوى، هجن اصحاب السمو والسعاده الشيوخ، لها الجمهور الكبير، تحظى بشعبيه كبيره هذه الشعارات، الكل استمتع، واستمتعنا حنا كجمهور للشعار الأدعم بحضور أسماء قوية تبشر بكل خير في قادم المواعيد. أيوة محمد، سن اللقاية سن مرتقب للأمانة، واستمتعنا اليوم هذا السن، شفنا النوعية ولو أنه غاب التوقيت الزمني، ولكن شفنا النوعية موجودة، وهذا المشاركة هذه يمكن ما ذكر ليلة البارحة أبو نواف أشار لها أنها تعتبر مشاركة ودية، مشاركة تقييم للهجن واستعداد، والعرب عدم ما زالوا في البحث، يبحثون عن النوعية اللي بتمثل هذا الشعار في المهرجانات القادمة. اليوم شفنا صراحة وشفنا نوعيات حضرت بما فيها البكار اللي أشار لها أبو سلطان وغيرها من النوعيات اللي موجودة، دليل أن هجن الشحانية تملك نوعية. النوعيات هذه متى بنشوفها بالمستوى المطلوب ان شاء الله في المهرجانات؟ نطمن الجمهور الكريم بانه بيكون في المهرجانات ان الحلال اللي شفناه اليوم والحلال اللي بعد ما تملك الهجنه المؤسسه هذه ما طلع لنا اليوم انه بيكون يمثل هذا الشعار خير تمثيل، والقادم ان شاء الله يكون افضل. نعم بن غراب اشار قبل السباق الى اسمين، صحيح، الى من حاف وشخصيه، وش الاسماء اللي يشير لها بن جرحب؟ والله انا اتفق معه على شخصيه، وظيف خزامة خزامة سابق الصبح عندي الله بن عقيل، نعم سابق شغل متأخر. نعم خزامة الخزامة أو الخزامة
مكتب ضعنة خزام. خزام 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 زين. ابو يام كيف تابعت منافسات اليوم وابرز العناوين اللي سجلتها؟ والله ابرز العناوين خزامه من الاسماء القويه اللي بيكون مستقبلها قوي، وهذه بكره الهاج اللي شريت من دبي اليوم حضرت حضور جميل وصحتها فل ومستقبلها طيب بتكون نجمه الموسم هذا اللي هي خزامه باذن الله تعالى. من هو الهاجري؟ بكره نعم اللي هي الانجاز ما شاء الله. ما شاء الله فكان حضورها ممتاز جدا ولفتت الانتباه وصحتها ممتازه وادائها ممتاز. كذلك اللي لفت انتباهي تيم الفتره الصباحيه افضل من تيم الفتره المسائيه، يعني على وجهه نظر ابو ديب ما قبل البارحه يقول اذا ما حضرت تيم الفتره المسائيه معناته الفتره المسائيه ما فيها نوعيات. احنا نقول التيم ما يرتبط بالنوعيات. لا 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 التيم لا 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 انا لا دقيقه بداخلك ما كلام خلنا نكمل بعدين داخل براحتك. النوعيه اللي تكلم عنها مدير كانت متكامله صبر العصر اليوم طال عمرك هذا يقولون البدو ما بعد احتاجت الجرب اطلع اليوم العربي يركضون مراكض عاديه هذه طال عمرك لا عليها جوائز ما بعد احتاجت لا كم اجيب طالب مدير خلنا نكمل جيب طالب مدير تحمل مداخله مدير ما عليه خلنا نكمل بعدين تداخل ما بعد احتاجت خلنا نخلص اليوم 31 اليوم 31 تيم طيب هذا احنا ندري انه شوط تمهيدي ما هو بشوط رمز لما احتاجت الجرب اطلع شفت التيمات العصر احضرت زين خلنا نكمل شو جوابها جواب بتطلع طالعين لين ما مو فوق الوضع خلي ابو يام يكمل. عموما احنا تطرقنا لنظريه ابو ذيب عشان بس نوضح للمشاهد الكريم ان التيم ما يرتبط بنوعيه، التيم يرتبط بعوامل الجو. اليوم الفتره المسائيه كان فيه هواء وهو السبب مثل ما حصل في ابناء القبائل كان في سرعه هواء ثقلت التيم شوي على الفترة الصباحية. هذه نقطة، النقطة الثانية كان في تنافس صراحة، أنا من أبرز الأسماء اللي شاهدت اللي هي خزامة. خزامة هذه راح تكون نجمة الموسم. نجمة الموسم. نعم. نعم. أبو محمد أبرز ما سجلته اليوم من خلال هذه الأشواط 33 شوط مقسمة في فترتين صباحية ومسائية. بالنسبة للأشواط اللي شفناها اليوم فيها حلال يمكن ما ظهر في الصورة. وأتوقع منه حضور قوي. يمكن ما سبق لكن نافس ولا اطلب منه ما اطلبه منه يعني ركض. في بكره يعني شفتها جاء الثاني اللي هي الريم اللي هي الريم الريم نعم في شغله شخصيه جاء الثاني ورا شخصيه نعم ورا شخصيه هي بكره لحقت من ورا كانت بعيد ولحقت و ورا شخصيه والبكره شكلها طيب ومستواها طيب. اتوقع البكره دي بتكون البكار اللي يعتمد عليها الريم عند البارا تصحيح الاسم هي نعم. الخزامه اي نعم الخزامه على نبته الخزامه نعم. ابو مبارك كيف تابعت المنافسات اليوم واسم يتوقع ابن حباب انه يكون له شان في سن اللقايه وفي هذه الرياضه؟ بدايه اسعد الله مساكم اخوان الحضور مشاهدين الكرام عبر شاشات قناه الريان. ابو محمد احترم وجهه نظر الاخوان وكل واحد له وجهه نظر وكل واحد له مطيه ممكن يدقق عليها. صح. انتم احنا قبل ما نبدا البرنامج كنت اسولف مع ابو سلطان. اقول انا اليوم بالنسبه لي وجهه نظر فهد بن مبارك انا اشوف ان افضل ما في الموجود الله يوفقهم كلهم ويمكن في شيء ما بعد شفناه الى الان لكن انا اصنف البكره اللي هي شخصيه المصنفه الاولى من خلال متابعتي وتحليلي الشخصي. وأصنف القعود اللي هو أشقر كذلك من القعدان المصنفات صاحب التوقيت الأفضل في الفترة المسائية ولد كرار مع الشبل مع الشبل نعم. إذا شخصية وأشقر نعم نعم. باقي الهجن العمانيات ما حد تطرق لها بكار العمانيات ولا القعدان العمانيات الهجن أشواط الشيوخ مكس ماضي مكس لكن تعرفون السلالات انتم نعم. كمحللين بعضها يوضح وبعضها يمكن غابي علينا لكن ابو محمد امسى عليك وعلى اخواني الحضور وعلى المتابعين لا شك البارحه تطرقنا بان هجن اصحاب سمو الشيوخ ظهورها الاول في 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 محك رسمي. اليوم تابعنا ظهور لافت النظر سواء في الفتره الصباحيه او في الفتره المسائيه، رغم ان هناك لا زالت بعد في اوراق لم تكشف لنا، لكن اللي ظهر اليوم بالاضافه الى الابكار اللي تابعوها الاخوان وشاروا عليها ابكار اشار لها بالبنات، كذلك ايضا بكره الفتت نظري الليله في المساء
عند محمد بن خالد شمها غلاء بكر، هذه لحقت في الكيلو الأخير وخلت فارق عن الحشوان، دليل عنها البكر عندها مخزون واحتياطي ومن الأبكار اللي بتصنف أيضا كمنافس قوي في قادم اللي هي بنوار غلاء الشوط التاسع مركضة عصر الليل، ومركضها طيب والحوقها طيب، الحوق منقطع النظير، بكره أداها طيب رغم أنها واجهت من الذخيرة بشعار شحاني عند سان وفاران نافست منافس شرسي، لكن البكر عنده احتياطي وقدرت مع محمد بن خالد العطية. نعم نعم، والأبكار اللي بتصنف في قادم الوقت ويكون لها تواجد، ولا زالت أكيد هذه المؤسسة تمتلك نوعيات كبيرة، وكل المؤسسات لم تكشف أوراقها على شيء ما شفناه بعد على الملأ إلا بمحك شيء ما شفناه بعد. نعم شيء بعد ما التيم هذا نعرف إن فيه تيم بينزل لين يرضيكم صحيح، بيكون هناك عشر ولا تحت العشر إذا جاء المحك الرئيس وحضرت الثلاث شعارات، ثلاث شعارات له مستعدة جن قطر والعاصفة والرياسة. يا سلام، هذه من كلمات شاعر مبارك الحبس اللي نمس عليه. ونعم من ضمن قصيدة طويلة، لكن هذا البيت اللي حضرنا فيه. نعم أبو ذيب، اليوم يوم استثنائي، أشواط ممتعة، الجمهور حرص على متابعة كل شوط سواء الصبح ولا أشواط المساء، أبرز ما سجله غانم الهاجري. والله أبرز ما سجله غانم الهاجري اليوم الحضور طيب صراحة، حضور اليوم ترى الهجري اللي ركضت اليوم هم مطلوب منها التيم صحيح، يعني من وجهة نظري أنا صحيح المتواضع هم مطلوب منها التيم اليوم، يمكن بعضها حتى العلاج يمكن ما جاها علاج، العرب ما هم مستنزفين حلالهم، اليوم يعتبر تمهيدي مبسط للهجن ذي وأداء استعراضي. النقطة اللي تطرق لها الأخ أبو يام يوم يقول وجهة نظر أبو ذيب صحيحة 100%. اليوم العصر شفنا في السن ذاك اللي احنا تكلمنا عنه، العصر كسر الثلاثين قعود واحد والباقي ما كسر الثلاثين، الصباح كسر التيم قعود جاب 28 27، معناها أنا ما أقول إن الحلال ردي، بعدين الهواء اللي يتكلمون عنه ما جاء هواء إن يقلب المحامل ولا يطير غترة الرجال، هواء عادي، ما هو بهواء إنه ضد التيم، إحنا نعرف الطقس، ما هم ما عاشوا في الجو الحالة، وإحنا كنا خارج الكوكب وعودنا عليهم عقب ما انتهت الأشواط، الهواء هواء لطيف وهواء زين، لكن اللي نقصده إن المستويات متقاربة في ذاك السن الصبح والعصر. تقصد اللقاية؟ اللقاية المستوياتها متقاربة. اللقاية العامة. وركضنا الصبح. اليوم طال عمرك أنا بمدح منحاف. بمدح اللي ظهرت مرجلتها وجات أمها، اللي عاد مرجلتها في الخرج إلى الحين ما أدري عاد هي تظهر من الخرج ولا تقعد في خرجها. اليوم منحاف اليوم علامة فارقة وتيم فارق. خلنا نشوف شوط منحاف. وتستاهل منحاف إن هي عرض شوطها. نعم نشوف شوط منحاف وعندك تحليل عليه أبو ذيب. كيف تابعت شوط منحاف اللي سجلت التوقيت الأفضل 7:31 53 جزء من الثانية بين شوط منحاف بين أقرب تيم عليها في الصبح سبع ثواني. نعم. منحاف شفناها اليوم طال عمرك ما كانت في الصدارة، كانت متأخرة شوي وفي الخامس في تالي الخامس لحقت ويوم 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 طلب منها ما طلبوا منها بعد، ترى المنافسة كانت منافسة ودية ما هي منافسة لأجل السبق، كان شعار بن فاران معها. شوف الحركة هذه. نعم الحركة يوم طلبوا منها الأوامر، ترى هذه في 400 يمكن الحركة هذه أو قريب قدهم قريب. لا يوم لحقتها بكرة اللي شعار بن فاران وطلبوا منها، الناقة عندها أداء استثنائي، أداء مغاير صراحة ما شاء الله، ولا أعتبرها أنها لزت لزن قوي، لا ضغطها بن فاران ورأيها ما ضغطها جدا، كان الأداء مبسط، وهذا يشكرون عليه المضمرين ما يستنزفون حلالهم في الأشواط هذه بالأوامر اللي توجع الحلال يمكن يغادي ركضها أوله وآخره صحيح. فاليوم منحاف علامة فارقة صراحة. أبو سلطان شو اللي يميزها منحاف؟ يميزها ركضها الطيب ونهاية الناقة، طعم كان كل مركز اللي مش درها مركز قبل مركز اللي الناقة تنهي نهاية طيبة رغم المنافسين اللي عندها، لكن الليل الناقة ما كضها الصبح اليوم ما كضها منافسين رشاب ربايعها، وعما قال المركز هذا تجهيز وتعديل، الناقة فيها ركض غير الركض هذا، الحين ما نتكلم عن الركض هذا تسبق ولا تبي الخمس روايل هذا الركض، نعم. لكن الركض اللي متوقعين منه غير الركض هذا. نعم. أي نعم. أنت البارحة قلت لي منحاف الشخصية. صحيح. أنا بقى شايف ركضهن. أي. شايف ركضهم وشايف سبقهن يوم أني سبقهن مركاب اللي قبل هذا قبل نعم.
في حد المحليات. حتى لقاني سالم وقلت له عندك بكره كذي كذي، قال لي زينات بكرات. ايوه اي نعم. قلت له عندك بكره السبوق. تقصد منحاف ولا تقصد؟ انا جاي شخصيه قبل. ايوه منحاف شفت عقب. اي نعم. يوم قال هناك قلت له عندك بكره بكار لي حساب الحساب في ايام الرموز. شخصيه لم جاب 44. نعم. اذا نشوف الشوط الثاني وهو الشوط الذي نجحت فيه هجن الزبارة التي ايضا حضرت الحضور التي يشكر عليه المضمرين وتشكر عليه الإدارة. هجن الزبار حضرت في هذا اليوم الكبير وقدمت لنا أسماء ونوعيات فخمة ونوعيات قوية جدا، منها فراء الذي حقق ناموس الشوط الرئيسي بشعار هجن الزبار وبقيادة المضمر زيد بن محسن بن علي بن ديلة وتوقيته 7:39 40 جزء من الثانية. بنجرحب فراء يحضر كما حضرت أسماء عديدة لهجن الزبار. نبارك لهجن الزبار والمضمر المتألق كعادته زيد بن محسن. شفنا اليوم حضر فراء في الشوط الأول، حط فارق بينه وبين المنافسين. هذا الشعار هذا اللي نشوفه هجن الزبار، تكلمت أنت عنه ليلة البارح أنه رافد لهجن الشحانية والربع، النوعية اللي يحصلونها من النوعيات هذه يحافظ عليها بيحتاجونها في يوم من الأيام، لكن إن شاء الله نتمنى من التوفيق. شفنا فراء، شفنا مستواه وأداه والفارق اللي حطه بينه وبين المنافسين. حمد 9 أشواط في الفترة الصباحية من أصل 19 شوط كانت هم الزبار. أيوة، حتى بعض الأشواط يحلون وصيف لو سابقوا. نعم. دليل أن المؤسسة هذه مؤسسة قوية ومؤسسة محافظ عليها وتطلع نويات هاي. ترى الزبار طال عمرك تحافظ عليها حتى مثل الحقائق. الإدارة تتابع هذه الفئة، احنا الحين شوف سنة اللقاية، لكن من سنة الحقائق محافظ عليها، محافظ عليها من أشياء كثيرة، من كثرة مشاركاتها، مشاركات يعني في إدارة لمشاركتها، يعني مو بأنها متروك المضمر الحبل على الغارب وخلنا نشوفها لقية بس، لا. دليل التأسيس عند هذه المؤسسة تأسيس صحيح. من عادة صغار في المحمية وإدارة المحمية وأمورها، إذا انتقلت لسن الحقائق وراحت للمضمرين هناك إدارة تشرف عليها وتتابعها لين ما تصير في سن اللقايه. صح. ونشوفها بهذا المستوى اللي تكلمت عنه 9 اشواط في ظل وجود مؤسسه هجن الشحانيه والنوعيات الموجوده عندها. هذا دليل ان المؤسسه هذه انها يعني تملك نوعيه طيبه والمضمرين مجتهدين. اتمنى لهم التوفيق. 4 اشواط في الفتره المسائيه بعد لام الزبار. هذه المؤسسه ابو محمد رجعنا لماضيها، وان طعم لك البوش السيارات هناك بوش اربع سيوف واربع سيارات والفحول كذلك. فهذا طعمك، هذا انتاجها، وهذا طعمك اللي يدل سلالته طعمك ووصالته. يعني اذا سوى هذا الشيء هو بغريب. صحيح. نعم. الغريب انهم ما يسوون شيء. الغريب انهم ما يسوون شيء. نعم. صحيح. نعم. يوم تذكر البوش اللي سيراته في المحميه وتذكر الزمول يعني اللي هاي انتاجها، يعني تطلب منه شيء افضل من هذا. زمول هذا حق رمزي ابو محمد. نعم. الماضي. هجن الزبار في ختامي الشحانية حقه رموز. حقه رموز. أكثر من رمز. أكثر من رمز. خمس رموز. البوش ما تنسبق. البوش أصايل. والزمول سبق. والمضمرين كفاء. والمضمرين نعم. ما جابوا يعني مضمرين عديد. صراحة من الأفكار النادرة. أحسن الفكرة هذه. يعني نشكر الأخ سعادة سلطان من غانم الهديفي على هذه الفكرة الرائعة بصراحة اللي دخلت طال عمرك تعتبر كرافد اساسي لانتاج لهجن الشحانيه هي انتاج ام الزبار. وضعت طال عمرك العزاب ووزعت على شباب يعني لهم بصمات في الميادين. توزعت طال عمرك الهجن طال عمرك الى اكثر من شخص وقوف عليها. هذه طال عمرك تركض في سن الحقائق عند الشباب هذولا واللقايه، وبعد ذلك تنتقل الى العزب الرئيسيه. فهذه تعتبر كرافد أساسي آخر لهجن الشحانية من خلال الإنتاج. نحن لو نتكلم عن السنوات الماضية وعن الإنتاج، أبو محمد لا يخفى على الجميع وإخوان الحضور ومشاهدي الكرام أن المضمر دائما طال عمرك هدفه المطية اللي تركض عنده في الموسم. صح. موضوع أنك تعسف طال عمرك وتطلع سبوق يأخذ وقت ويأخذ جهد، ولكن لما تميلها طال عمرك هذه الكفة على شباب مبتدئين شفنا نتائجها على أرض الواقع من خلال نتائج إنتاج هجن الزبار. فكرة رائدة، فكرة متميزة،
توزعت الارزاق على الشباب. مبارك انفعتهم انفعتهم وطال عمرك واستنفعوا منها وطلعوا استنفعوها منها وطلعوا نوعيات منها. وكذلك طال عمرك انتاج المختبر اللي بعد يشار له بالبنان اللجن هاي طال عمرك قام يسحب منها طعمك الاكثر من بعير. نشوف طعمك مثل الليله شفنا طال عمرك ولد الجزيره فايز اليوم ولد الجزيره وعلى وذنان ما شاء الله مع الصعاق اللي نهنيه هذا الناموس اللي يسمونه طال عمرك النادر في المركز في الشوط الرابع العصر فتره مسائيه هذا على الجزيره وعلى 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 وذنان. فالان طال عمرك الهجن هذه طال في الشوط الشوط الرابع الشوط الرابع اللي فايز فيه السيل الفتره الصباحيه الصباحيه مو بالمساء اللي يسمونه النادر. اي نعم نادر اي عطونا والله عطونا حشمه للجزيره خلينا نشوفها. فالنوعيات هذه من الهجن طلع طعمك اكثر من حاشي الشوط الرابع السنه طلع اكثر فاستنفعوا من الناس. يعني كذلك فكره الانتاج المختبر ذرب بعد ما شاء الله مثل ما شفنا طال عمرك الناقه هذيك من جبار اللي اربع حشوان لها سابقات في نفس الموسم يمكن اسمها ما يحضرني الحين الناقه اللي خدت السيف ذاك الزمان صبر لا ولا غند غنت ولا غنت نعم حتى اربع حشوان من عيالها سابقات في نفس الموسم. في ليله البارحه اخونا المصري الهجان اللي يقول غنايم مش سلالتها يعني صلاح السويركي اي نعم لفت انتباهها ركض البكره طلعت على خوت نعم البكرات طلعت على خوت معناته يعني فيه ندر اكيد تجيب ندر عيال حد يسقوا غرابه تبونهم خوت وجزيره وغير روع الشيوخ بوش كلهم ولا يزوروا مهتمين ويتابعون السلالات هذه ويركضون ما شاء الله. نعم. الفكره نعم. اللي سويت هاي فكره صح لا لا افكار نعم. صراحه ام الزباله مالها طريق على الردى بنتها الام خود والابو منعت صح والله يطول عمر سيدي سمو الامير مبروك وحلاله تبارك الله يطول عمره. أيوة الحين الحين نستغرب ما نستغرب انه يجي الزبار يطلع من هالنوعيه هذه لانها لمات ندر ندر وفي رصيدها سبق الحين الشعبي الفقير يجيبها ما في رصيدها الا الهواء نعم ما في رصيدها الا اللي في باطنها نعم ويجيب لها حاشن سبوق من لما جينا قال انت اجم الزبار انت اجم الزبار انت اجم الزبار ومات عاديه صحيح ما بالك النعتات اللي اصولهم معروفه والسبق في جيناتها ما تستغرب السندوانه ما نستغرب اذا جاء الانتاج بهالقوه. اول شيء مثل ما اشار بن غراب والاخوان القلب الطيبه اللي في رصيدها سيفين اللي في رصيدها ثلاثه اللي ماخذه كاس لقيه وجذعه ايضا الفحول الفحول كلها طيبه وسبق لها ان انتجت العديد من السبق فبالتالي المنظومه كلها متكامله بنجاح وبابداع. الاداره تحدد للمضمرين عليهم بعض الشروط يلتزمون فيها في تقنين المشاركات في تقنين بعض أساليب التدريب المعينة أضف إلى ذلك سافة الحلال هذا يرافقها من مفرودة حقة لقية بعد سن اللقاية تنتقل إلى مضمرين آخرين ففي عمل ممنهج وعمل إداري صحيح. أبو محمد بالنسبة احنا تكلمنا في الموضوع اللي تقوم به هجن تاجم الزبار فيه ناس مسؤولين عندهم القدرة والكفاءة ماسكين الانتاج طاقم كامل كلهم طال عمرك ماسكين انتاج الفحول والمطايا اللي نتكلم عنها اللي كانت ماخذ رموز وسيوف وانتقلت إلى الانتاج هذه إدارة كاملة هي اللي تطلع لك الانتاج يستقبلها من المضمرين طاقم ثاني صح شباب كلهم أكفاء يعني ولهم تاريخ أنا وحضور. أعتقد سالم عشان نوضح الهيكلية الخاصة نعم. بالإدارة عندك السيد عبد الله المريخي ونعم. والسيد نعم. صالح نعم. بن ناصر العيد أعتقد سالم. هم المسؤولين نعم. كإدارة عليا بعدها في إدارات في إدارة خاصة بالأفحل نعم. في إدارة خاصة بالبل بلبل. في إدارة خاصة يمكن حتى بالجينات هذه إن الجين هذا يركب على الجين هذا حتى الحشوان بعد غير ذلك الحشوان لها إدارة بعد واختبر بعدين ننتقل إلى عزيب إدارة المضمرين. إدارة نعم. المضمرين يعني في أكثر من إدارة ترى فالإدارة بشكل عام إحنا تكلمنا أنت ممكن أي شخص يعمل نفس العمل أو أي مؤسسة ممكن تعمل نفس العمل لكن الكلام في التخطيط أنت ممكن تخطط بس ما تنجح صح لكن لما توضع خطة وتطبق الخطة صح وتحقق إنجازات ونجاح هذا دليل على الخطة اللي وضعتها في رؤية قول سالم نعم رؤية, رؤية نفذت نعم الرؤية يقولون بأن
عمل بلا رؤيه مضيعه للوقت، نعم. وعمل برؤيه بامكانك ان تحكم من خلالها العالم، تحكم نعم. من خلال صحيح. العالم سواء في التجاره صحيح. او في اي مجال، في أي مجال. فبالتالي هذه الرؤيه رؤيه سليمه، وضعت لها الاهداف، وضعت لها المنطلقات، وجاءت الخطط بالتالي. بعضيمك بعد في سبب في النجاح، غير ان حتى لو فيه بعير منتج والبعير هذا يقتنونه، هم الزوار يشترون البعير ويوفرونه حتى لابناء القبائل، يعني يقدروا يحصلون حجز، الحجز حتى على الافحل للناس عن طريق البرنامج، صح تطبيق. حتى التكنولوجيا دخلوها في ايش، في عالم الهجن والنبل والانتاج، اللي صراحه ساعدوا الناس ان كيف يسهلون عليهم صح. طريقه الوصول للفحل اللي يبغونه. وحنا نقول هالكلام كتشجيع وكتحفيز للاخوان، ولكن هذا ما يكفينا ايضا، نعم احنا نعم. دائما نطلب التطور، مثل ما عشان سالم دخلوا الجانب التكنولوجي في مساله الانتاج والحجز على البعارين، ايضا باذن الله وانا على ثقه تماما بان الشباب المبدعين المسؤولين على هذه المحميه وعلى هذه الاداره العليا هم قادرين على خلق الابداع وايجاد التميز في كل موسم باذن الله تعالى. نشوف الشوط الرابع، شوط النادر اللي اشار له فهد بن حباب، وهو ولد الجزيره من ودنان، السلاله راقيه والسلاله مميزه، وهذا هو الشوط الرابع في الفتره الصباحيه، شوط النادر، وبالفعل اسم يمكن اشتق من النادره، امهم ملقبينها بالنادره، الجزيره صاحبه التاريخ المميز في عالم سباقات الهجن. هذه هو الحين سادس يمكن القعود الثانية الحين، نعم القعود الان نشوفه بشعار هجن ام الزبار، يقوده في التضمير زيد بن محسن بن علي بن ديله، نقول يا زيد حافظ له على النادر لانك نادر. استاهل اي والله. وين مكان الحين النادر؟ هذا تو داخل الحين، اللي دخل الان رقم 11، هذا رقم 11 تقريبا. هذا مو بشعار زيد ولا لا؟ لا يمكن الاقصى ذاك. ارسلوا لي ارسلوا لي على الواتساب اللي تعرفون. حمد بن ملهيه مساك الله بالخير، وين النادر يا حمد؟ بيشوفك انا بشوفه. بيظهر بيظهر رقم 6 يقول لك. اشكرك يا بن ملهيه، حمد بن علي بن ملهيه الصديق والاخ، مشكور يا ابو علي. رقم 6 يقول لك النادر، النادر رقم 6 لهجن ام الزبار، والنادر مثل ما ذكرنا ابوه ودنان، ما غير قصور في ودنان، ما ودي اقدم ودنان على الجزيره. امه الجزيره وابوه ودنان، امه الجزيره وخالته خود وخالته ارتياد وجده الفايز، وجده الفايز. يا الله ما شاء الله تبارك الله. ما دام انه اخر ولحق، ما دام انه ابو محمد اخر ولحق، معناته انه على مسار الجزيره. لا يمكن لا لا يقول لك رقم 8، رقم 8 شوف رقم 8 اللي هو المركز الثالث، رقم 8 بن ملهيه يقول رقم 8 هذا هو. شوف الحين ثالث، شوف الاداء، شوف الاداء والله كانه مربع عمه ولا لا؟ نعم ثالث. انا اقول لك ما دام انه اخر ولحق رقم 8، نعم هذا هو النادر الان ثالث في طريقه نحو الانتصار، بكل تأكيد بأنه ينتمي إلى بيت دعائم وهو أعز وأطول، وهذا هو النادر ولد الجزيرة أبوه ودنان، وإن شاء الله نقول إنه يسوي إن شاء الله ما مثل ما سوت أمه. ما يرد ثلاث أرباع تكفي، إذا جاب ثلاث أرباع كويس بعد، أنت يكفي. ما قصرت فيه ثلاث أرباع زين عطيته والله. نعم نشوف ما دام انه اخر ولحق يا ابو محمد معناته انه في مسار الجزيره. نعم هذا هو الان يستلم المركز الاول. وش يذكرك مرباعه فيه؟ والله قريب من مرباعه ما هو مركزه طيب بعيد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله محمد، احنا ودنا بس ما شاء الله ولا قوه الا بالله. خلنا يا ابو يام في الشوط هذا، الشوط هذا ما يحتاج، هذا طال عمرك ان شاء الله مستقبله طيب قام يفرق من القعدان ونهايته طيبه ممتازه. الحين صار مربعها الحين ها الحين مشتد. انا بقول لك ركزت الراس صوب امه، لكن مرباعه يمكن رايح لودنان صوب ودنان. ها نعم اما ركزت الراس ودنان مره ما يوم حتى اداء ادائه. لا ولا وبعدين تجاوبه مع الاوامر هي اذا ودنان مره ما صار جاوبت. يقول لي سلطان الوهيبي الله يذكره بالخير امسي عليه ابو محمد، يقول الجزيرة يقول كانت تحس، يقول دائما اعطيها يقول لمسها بالعصا يقول ما يجيب راسها. شو الفرق، شو الفرق اللي حطه بينه وبينه؟ شوف ما شاء الله تبارك الرحمن الله يبارك لنا ولهم ان شاء الله.
يستاهلون ويجرون ناموسه وخيره ان شاء الله. يستاهلون هجن ام الزبار وتهانينا لهم وتهانينا لزيد بن محسن بن ديله. يستاهل شوف ابو محمد والاخوان الحضور والمشاهدين الكرام يوم حركوه سرعه الفارق اللي عمله ما بينه وبين المركز الثاني عمل مسافه في وقت او في مسافه بسيطه وهو مدبر ست ثواني ست ثواني ما بينه وما بين المركز الثاني ما شاء الله. والكلام هذا متى صار؟ تقريبا بعد ال 400 متر ما شاء الله. الله يبارك لنا مقدول ابو سلطان مربعه مربعه هم مقتنع لين شافوا يا مسرى قال نعم الحين تفضل ابو يام. انا قلت هجن ام الزبار وحتى يقومون يعني مزادات على الزمول وعلى الانتاج احنا ودنا يحطون لنا مزاد على الحشاوي. انا اليوم موجود موجود ودي موجود اي موجود السنه هذه كلها اعلان عن حشوان انتاج ام الزبار. لا يقصد ان اداره ام الزبار نزل كم مره مفاريد. كم مره نزل نزل اي نزلوا في كذا مره. لا لا ابو محمد نحن نبي مزاد قرب نحن هاي المحللين بنزايد عليه تبون المله تقرصكم ما شاء الله عليه بنزايد عليه. لا ما دام يحطون مزاد بيضه وزيره يعني المزاد ممتاز. قد نزلوا قد نزلوا يوم جبنا طاري الجزيره وخود الشعراء يتمنون ذلول ويتمنى. انا اذكر لي ابيات مبطيه قديمه هي في قايلها في 3 سبتمبر 2019 هاتها. يقول من تمنى له ذلول لا تمنى يمتني له مثل خود والجزيرة وارتياد الفعل والسيف المحنى. اطلب الله يرزقك الأسماء شهير. الشهيرة ذي بنات الهرش مشقيت المعنى شوطهن شوط الذهب وقت الظهيرة ما حال مرواح لروحنا يستجنن عند الأمتار الأخيرة. ما حال مرواح لروحنا يستجنن عند الأمتار الأخيرة. كم قبلي بها الشاعر تغنى أعجبه سير يغير كل سيرة. وكم قبلي بها الشاعر تغنى أعجبه سير إن يغير كل سيرة. من ظلمهم ظالم ولا تهنى بشر الظالم بنار زمهريرة. يا سلام صح الله لسانك أبو محمد. كذلك إحنا يوم ذكرنا طال عمرك إنه وزن الجزيرة وذنان بعد طال عمرك لو بنذكره أكيد وذنان طال عمرك ينحدر من سلالة الجذاب الهرش وأمه بنت ذيبان السبهان في رصيده سيف الكويت. وكذلك في رصيده انا يطري علي انه ماخذ بطوله الخليج الاولى والثالثه بالاضافه الى عده سيارات. نعم. وانتج العديد من السبق منها طال عمرك النادي الحائل اللي عام عند هجن الشحانيه صاحبه الشوط الرئيسي في ميدان المملكه العربيه السعوديه في مهرجان الصياهد. وذنان على العين والراس بس احنا طعمك طبعا الجزيره على مقاصه لكن يعني اسقاطا للحق لا لا لازم نذكر اكيد وذنان لازم نذكر وذنان طال عمرك حقا للحق مو اسقاطا للحق. لا تسقط الحق خلها ميزان عادي. وذنان من البعارين المنتجه مثل ما اشار فهد. وذنان من البعارين اللي عليها الاقبال الكبير في محميه ومن بحولها ام الزبار ومن البعارين المنتجه. نشوف أشواط الفترة المسائية. في الفترة المسائية مريفة حضرت بالشعار الأدعم لهجن الشحانية بقيادة المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية الذي انطلق معها في هذا التحدي الذي عشناه في تمام الساعة الواحدة ظهرا على أرضية ميدان الشحانية في تحدي مثير. جاءت مريفة لتسجل حضورها بتوقيت زمني مقداره 7:50 22 جزء من الثانية. الجردة في المركز الثاني لهجن الشحانية مع جار الله بن محمد بن عقيل والمزروعة في المركز الثالث لهجن الشحانية مع سالم بن فاران المري. بنجرحب كيف تابعت هذه المنافسة بين مريفة والجردة والمزروعة؟ والله الليلة استمتعنا بهذه المنافسة اللي نشوفها على الشاشة خصوصا على الكادر اللي فوق في ظل وجود مريفة والجردة. ليلة الجردة لحد الحين ما دخلت معها هي المركز الثالث. ليلة توقعنا صراحة أن الجردة هي اللي بتاخذ الشوط بسرعة الناقة ولحوقها، ولكن يوم اصدرت الأوامر مباشرة على مريفة فقدرت تمكن من الشوط. طيب محمد بن خالد اللي تحت إدارة محمد بن خالد صراحة الموسم هذا إن شاء الله تبشر بالخير ونتوقع إن شاء الله أنها بتمثل هذا الشعر بالإضافة إلى باقي الشعر بعض الإخوان خير تمثيل. شوف الحين حاليا الجردة طلعت وراء المريفة ولكن مستوى مريفة وكانياتها هي اللي ما خلت الجردة تحصل على الشوط رغم الضغط القوي اللي واجهته من مريفة. نبارك للشباب على مستوى هجنهم ونقول إن شاء الله القادم أفضل. في سن اللقاية مثل ما قلنا في بداية الحلقة لو ما حضرت توقيت زمني ولكن
شفنا الهجن المشاركه، يمكن هذا يكون الدوره بعد الميدان له عامل في عدم يعني حضور التوقيت الزمني. ننتقل بعد حديث بن جرحب عن مريفة عن الشوط الثاني، وهو شوط التوقيت الأفضل في الفترة المسائية، شوط أشقر الذي حضر كذلك بالشعار الأدعم. نزف الثانية مرة أخرى على التوالي لهجن الشحانية وإلى المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، 7:40 بالوفاء والتمام. أبو نواف، كيف تابعت هذا الشوط من خلال الحضور القوي لأشقر اللي جاب التوقيت الأفضل، منسوج في المركز الثاني لهجن الشحانية مع محمد العطية، والبدع لهجن الشحانية مع الذهبي سالم فاران. أبو محمد، هذا الشوط أيضا طرقوا للأخوان من أقوى الأشواط، خصوصا أن سجل هذا التيم أشقر الليلة كان علامة فارقة، رغم أن هناك منسوج حاول يعوض الفارق في الأمتار الأخير لكم كانيات أشقر وسلال تسلات كرار شفعت له أن ينتزع الشوط بغارة قوية في الأمتار الأخيرة. وهذا القعود من ضمن الجعدان اللي بنتابعنا أيضا في هذا الموسم، بتكون إنجازات في أشواط رئيسية، قعود تميز بأداء ما شاء الله وغارة وتصليبه على المركز الأول ومباعدته، دليل على قوة أبو محمد، رغم أن منسوق حاول في الأمتار يقرب الشوط. رمز الطائف منسوق نعم، هذا العام شارك في أشواط رموز، ولكن الليلة واجه قعود من الطراز النادر اللي هو أشقر، وكان النهاية والفارق اللي خلاه أشقر هو اللي شفع له انتزاع المركز الأول. مبارك لهم، ونتمنى إن شاء الله أن نرى هذا الشعار بارز مثل ما عودنا في منافساته في الملتقيات الرئيسية بهذه الجعدان وبالجعدان اللي منكشفت لنا وفي الأبكار أيضا. سلالات كرار ولد كرار شرنا لنا. نعم. إذن هذا هو شوط أشقر صاحب التوقيت الأفضل في الفترة المسائية، 7:40 وفاء وتماما. نتابع الآن النتائج الخاصة بالفترتين الصباحية والمسائية، ثم نأخذكم بعد ذلك إلى فاصل قصير، نعود من بعد لمواصلة هذه الحلقة معكم في برنامج الريس. مرحبا بكم مشاهدين الكرام، رجعنا بعد الفاصل لنواصل الحديث معكم في برنامجكم برنامج الريس. كنت أسولف أنا ويا مشاري اليامي قبل لحظات عن نظرية يقول أني اكتشفتها في هذه النسخة من مهرجان المؤسس، تتعلق بالهجن اللي في ميدان الشحانية والهجن اللي جاية من خارج الميدان من أجل المشاركة. شو اللي لاحظتها مشاري؟ والله يا أبو محمد، أنا أشوف أتابع الركض من زمان، فيه ملاحظتين. يعني الملاحظة الأولى، وشاركونا الزملاء الملاحظة الأولى، طال عمرك أن المطية اللي ثابتة في ميدان الشحانية يكون حظوظها أقوى من المطية اللي تجي محملة من ميدانها. كذلك الملاحظة الثانية أن المطية اللي تجي محملة من ميدان تبوك، أو تركض بالأصح تركض في ميدان تبوك أو ميدان الشهيد، تدبل قبلتها في المراكيض المستقبلية. يعني ميدان الشهيد أو ميدان تبوك، مطية ركضت في ميدان الشهيد ولا في ميدان تبوك وأدت أداء طيب وصحتها اوكي ممتازه عند مضمرها، تاكد ان قبلتها راح تتدبل في المراكيض المستقبليه. يعني هذا اللي لاحظته من العام والعام الماضي، لاحظت الملاحظتين هذه، سواء مطايا هجن الدار تكون يعني ثباتها في الركض اقوى من المطايا اللي تجي محمله، كذلك المطايا اللي تحمل سواء من تبوك او ركضت في تبوك او ركضت في ميدان الشهيد ايضا يكون
ركضها مستقبلا افضل من الميادين الثانيه؟ شوف هذه شوف بعض الميادين يكون عاقبتها على الذلول زين، وانا اتفق معه في النقطه هذه، لكن الافضليه ما افضليه هاي ترجع للنوعيه اللي حضرت. ان جاتنا مهويه وسبقت قلنا والله جاء انه عجزنا فيها اللي في الميدان موجودات ما راح قلنا اي نعم، ان جات مهويه قلنا والله جاي مهويه وين تستنتج استنتاج ثاني ولا هو اذا زين لا بس تمشي يا ابوي تمشي تمشي بس مو على كل الحلال مو هي بقاعده هي ما هي قاعده هي وجهه نظر على المهرجان لا ما هي بنظريه حلال 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 جاء من تبوك وخض وحلال لنا ركض لا بس لا لا بس لا هو تكلم حلال جاء من حلال جاء من برا طال عمرك من الامارات وقام يصير سيارات مو يصير حلال لا بس هو قاعد عمر ريال مؤسس حلال وحلال ذاك اللي هنا وشابك وشابك لا ملاحظتي الحين حلال رشحناه امس وهو ثابت في الميدان ودق النتين في المحل الخامس ودق النتين في المحل الرابع ما شفناه بالعين والله يا بعضهن اني رشحت علي الحرام هذا ما يخطم عليها مطيه على ركضه في المحليات معناها ان النظريه ما هي بقاعده نظريه ابو يامي دولها نظريه ولا يبدي دولها واحد يحط على اجله كمل يا ابو محمد اكمل بس كمل احنا طبعا نقول مطيه نوعيه وسبقت في ميدان تبوك ولا سبقت في ميدان الشهيد وقبلتها طيبه تاكد ان بيكون مستقبلها في الركض اقوى. عندي امثله شبه اخذت سيف الكويت اخذت السيف عندنا هنا تروح صوب شباب انا اتكلم عن النوعيه ما اتكلم عن المطايه العاديه. كذلك عالي سابق في تبوك امس محقق افضل تيم نوعيه فوز قعود المكيرش محقق رمز تبوك امس جايب 47 سبقه وابل بس. كذلك صدى برويشد سابقه في ميدان تبوك امس داخله فوتو فينش مع ناكت بن قريع وكان تنافس قوي جدا واعتقد ان ملكيتها انتقلت لهجن الشحن. احنا والله بعد لو ما نحس خطرها لها كان قلنا لك جات فلانه من تبوك وخبل ما في حاجه. لا انا اتكلم عن النوعيه. هو حط لك شرط قال لك النوعيه. نعم النوعيه. النوعيه لازم تكون زين. الحين في نوعيات موجوده هنا يقول لها افضليه امس في المحل الخامس وفي المحل الرابع دقات التيم والله تلقى انها ما يخطم عليها مطيه. ابو محمد. وعصيهم في البطن وخب امس الحلال رشحناه. ودليل احنا ما رحنا زين بالنسبه ابو محمد مطيه الدار كم رمز لها القطر اليوم؟ ابو يام هم الصداره 10 رموز 10 ها؟ نعم 10 رموز مو بقاعده هذه 10 رموز لابناء الميدان. طيب ابناء الميدان هذا بعد فعلا مطيه اللي في الدار ما في نظريه ابو محمد ثابته للهجن. هجن عاطف اعطيها القرشي ترى مستقره عندكم من شهر 9 حقق رمزين في سن الحقائق. لا تمشي النظريه انا شلون تمشي اقنعني الصراحه تمشي يا ابو علي بصر ما حنبغي ابو محمد الهجن لما نقول عليها نظريات اعتقد ان نخطئ مع انفسنا. ما تقدر تبني نظريه على الهجن ومركاضها وطريقتها لا حمد يحدون اتفق معك ولا ما ودي اتفق معك. لا ابو ذي تعال الليله بس اتفق وباقي الليل الليله ابو ذي الليله طالب الليله خليك ماشي وبكره برايك. لما تبني نظرياتك هذه على مطية ما تقدر تقول عنها. حتى حنا لما نقول التهوية تنفع المطية ترى التهوية واجد قاعد عكسية واجد ناس هووا أفضل حلالهم وردنا مفلسات فكلها عوامل يمكن أول شيء الصحة توافق ربي وتوافق رب العالمين هذه اللي عندك ثابت وهي اللي تفيدك. أما أني أنا هويت هذه المرة والمرة الجاية بهوي بنجح هذه مو بقاعدة ما في شيء قاعدة ثابتة أبدا في على طاري التهوية. نعم. التهوية المقصود فيها أنها تنقل مطيتك من مكان إلى مكان. التهوية على طاري الموضوع أبو سلطان المهندس الرابع. نعم. في مسألة التهوية روح أنا وياك في موتر واحد. نعم. نطلع منه من المرموم ونجي للشحانية في موتر واحد. نعم. هوينا في الشحانة ردينا المرموم يمكن سيل يسبق وانا ما اسبق صحيح. فهي مش مقياس التهوية. لا والهم المقياس طال عمرك متابعتك للمطية اي خلل بسيط يمكن يخلل عليها. نعم تلاحقه. نعم اي نعم اذا يلحقه. انا شو بقول لك التهوية هذه انا اشوف استعداد العزبة نفسها انها عادة في مكانها. يعني انا اليوم في ميدان الشحانية وبحمل على سبيل المثال للصياهد اذا هجني متقبلة معي من ميدان الشحانية بتنجز هناك. لكني احمل انا وياك يمكن احمل انا وياك وهي متقبله وادارتنا وحده وكل شيء صح وكل امورنا عقب ما حملنا. لكن يوم حنا هنا مطايا متقبله ومطايا معطتني مؤشرات طيبه وهجنه كانت ما دريت عنها. نعم زين وهذا اللي تفرق. هذا اللي تفرق. انا اشوف اصعب ميدانين بتحملهم الشخص اللي بيحمل مثلا انا سعودي ومن نجران ابى احمل ميدان الشحانيه ولا ميدان الصياهد هذه اصعب ميدانين اني احافظ على قبله مطيتي. ليه؟ ما ادري ليه؟
انا اقول لك يعني من وجهه نظري ومتابعتي للركض. لا 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 انا احمل الصياد احيانا. لا نظري دي بختلف. فيه ميادين سهل انك تخلي مطية تتواصل على قبلتها، وفيه ميادين صعب انك تحافظ على قبلة مطية لما تنزل، خاصه بفحم قصره. الصياهد يمكن اجد لك مبرر اللي هو البرد، اللي هو حاله الطقس. نعم البارد، الطقس بارد. الشحانيه، الشحانيه ما ادري انا اعيز السبب من وجهه نظري يمكن للقت. لا لا شوف ابو، يمكن انا اشوف حالات اصابه كثيره تجي تصاب بها الهجن اللي نازله من، صح، سواء جايه من السعوديه ولا من تحديد المرض. تحديدا على ذكر المرض هذا، الصباب اللي مسماه دارج عندها الهجن، اشوف انه منتشر سالم تحديدا في هالفتره هذه. بالنسبه للصباب هو العامل الاساسي، اكثر الناس يقولون انه من القت، وهو له علاقه نظرا للناس اللي اكثر من حاله تش عندي في العزبه. بس هل هو صحيح انه منتشر الايام هذه؟ لا منتشر. اللي نسمع نعم هو فايروس، انت بفايروس فايروس فايروس ويعدي في عدوى، لكن ما له تاثير الحمد لله على صحه ولا على ركضها. لا عرق ظله كثير، كثير. لا لا شوف بقول لك هذا مرض لكن لو بنتكلم عن بقول لك شيء يا ابو نواف، المطيه لما يجيها اصباب جميع عناصرها تفقدها، مرض كاملاح وكاملاح وفيتامينات ومعادن وكذا. شوف فاذا جاها اصباب قبل ركض ثلاث ايام او يومين اكثر الناس يسحبونها من ركض. اذا جات قبل يد يومين هذه يبي يحافظ عليها، السن الصغير يد المطيه ما راح تاثيرها ما بهذيك القوه. لا بس هو محمد ما عليه تاثير السن الصغير. السن الصغير السن الصغير اذا قبل اربع ايام خمس ايام اركض. نحن جانا في الوثبه واركض معنا المهند ضاربه الصباب يوم المهندس وقالوا بنسحبه وعي حمد بن راشد واركضه وجاء ثالث عصاها مغروزه. لا بس ابو محمد عشان بس مره بعيد عن السؤال اللي سالته ابو يام، انا اختلف مع ابو يام فيما يخص الميادين. بالعكس يسعدني اختلاف. لا ابشرك انكم تختلفوا ولا لا لا بخصوص الميادين. شوف انا اطرح وجهات، انا اطرح اشياء شفتها يمكنها صح يمكنها غلط. صح زين انا شوف لا ابني على ابني على طرحك هذا يحرك المياه الراكده ابو يام. انا اشكرك ابني يا ابو محمد على نتائج، ترى ما انا ما اجيب كلام يعني عشوائي. لا ابني على نتائج لما اشوف في نتائج. انا محمل هجن، انا محمل هجن لتبوك، وبعد ما نزلت من تبوك صار يعني قبلتها ممتاز فوق الممتازه. اكثر اللي يحملون التبوك ينزلون في حائل، واكثر اخويانا حملوا من نجران ميدان الشحنين مطيه سباق وما ما جابت الاداء الكويس، ولما استقروا هنا جابوا ركض ممتاز. واضح. خلنا نشوف اختلاف حمد معاك في اي نقطه. انا قلت له يعني هو اول شيء هو بنى الموضوع هذا على معيار واحد، يمكن مركاضه ومركاضه، لان العرب ما يجون دائما من تبوك، يجون مره واحده. مهرجان واحد يجون مصوب. لكن احنا بنتكلم عن سنوات ماضيه وعن تجربه، سواء كان على الصعيد الشخصي او من خلال اخواننا هالهجن. اصعب ميدان الواحد يحافظ على استعداد مطيته وقبل مطيته في المشاركه هو ميدان الكويت. ميدان الكويت يعتبر على مدار السنوات صعب جدا. لان جو نفسي والصياحه دي وعلي. تلقى واحد يتميز في مهرجان. لان الجو واحد. لا 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 ما له علاقه. يمكن لا لازم في سبب. بقول لك في اسباب. يمكن يسوي برد. ما يندرى والله. اكيد البرد. برد الارضيه ترى الارضيه. طبيعه المكان طبيعه الارضيه. الاجواء بارده قويه. شوف بقول لك ترى الكويت حطوه في شهر 2 وحطوه في شهر 4. لا بعض السنوات حطوه في شهر 4. صادق. وشفناه شاركنا فيه. لكن اقول لك ترى الارضيه لها دور. صح. سمعت؟ ايدك فادي. الارضيه شفت انت البدوي الحين يتكلم وقال والله الارضيه مسس والارضيه وخام على الحلال والحلال يزين فيها والحلال يشين. هذه حال. هذه القاعده هذه اللي يتكلمون فيها شيبان وسمعناها منهم تراها تنطبق على الهجن. بعض الميادين اذا نزلت فيها تشوف التغير في الهجن، اناستها صحتها والمطيه حتى لو انها في المشاركات تسمن وتكسب لان الارض مسس. وميدان الشحنيه يعتبر على مستوى الميادين كامله رعايه الميدان تسمن، واذا المطيه تسمن وصحتها طيبه وتسبك دليل ان الارض ارض يعني ارض مسس نسميها. صحيح. اللي تكون مقبل للمطيه، المطيه دائما تستقبل فيها وتستعد وما اعتقد ان هذا يغير في المطيه وفي امطاها عنده. نعم. بعض الاحيان الناس ما يكتشفون ان هذه الارض تثري فيها المطيه. نعم. نحتاج ان نطول عمرك نوع من القيام. بعضها لا تيبش المطيه وتكثر ومحتاج زياده. لا لا متغير زين. بس خلوا الواحد اللي يتكلم عشان اسمع. ابو سلطان انت قلت نقطه وشن هي قبل ما اقول فهد؟ اقول مقيض الشحانيه يبوش القيض فيها يسفل صاحيات وزينات ومقيضها زي مقيض الشحانيه. سامع عده مرمر يقول نعم يذكر معناه مقيض الشحانيه. نعم نعم تفضل ابو مبارك. ابو محمد بس تعديل لما تكلمنا عنه قبل شوي عن ولد الجزيره. للتعديل تواصل معي اخوي عبد الله بن راشد المريخي. القعود ابوه الوذن
مو بوذنان، الوذن ولد سياف ولد الريشه بعلبه من هنا؟ صاحب الرموز بعلبه من هنا؟ نعم صاحب الرموز في ميدان الشحن واهم شيء لما قال عداها على واحده. نعم طيب ولا ما ذكر مدافع طرانه ذلك تبوك الوذن من مصدر ميدان تبوك من خلال المنتخب السعوديه. نعم. ولد الريشه ولد سياف الهرش وفي رصيده تقريبا اربع رموز اكثر النادر بصدرتها السعوديه. اذا النادر جاء التنويه الان بانه من سلاله الوذن. الوذن الوذن ابوه ومو بوذنان الوذن الوذن اللي تكلموا الربع عن سلالته. الراهي يقول مساكم الله بالخير اخوي سعد الخزامه اللي عند هجن الشحانيه مع ابن عقيل هذه البكره اذا شاركت في الرموز بتكون صعبه جدا على الرموز اذا الله سلمها من الاصابات وهذه البكره نادره ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا الراهي. ايضا اخونا الهجان يقول مساء الخير ابو محمد عامل الاجواء او الهواء وادعاء انه يؤخر التوقيت. سؤال ما هي سرعه الرياح اللي تؤثر على التوقيت الزمني نريد تحليل فني بناء على معطيات منطقيه ودلائل. السؤال الثاني لماذا لا يؤثر الهواء اذا تقفل مطايا على التوقيت الزمني شاكر ومقدر وحنا ايضا شاكرين لك ومقدرين لك اخوي الهجان هذه المشاركه. سؤال برد عليه ابو محمد اذا تسمح لي جزئين او لا. سؤالين هي سؤال سرعه الرياح اللي تؤثر على التوقيت الزمني مجرد من ترتفع مجرد سرعه الرياح من 15 درجة في الساعة يؤثر على سرعة الرياح بمعدل سرعة المطية 15 كيلومتر في الساعة. نعم إذا وصلت سرعة الرياح من 15 كيلومتر في الساعة يؤثر على التوقيت الزمني حضور التوقيت الزمني هذا مقارنة بسرعة المطية. زين يقول لك ليش ما يؤثر هذا العامل اللي أشرت له الحين 15 كيلومتر في الساعة على المطايا وهنا مدبرات اذا هو قافيه. هذا بالرد على السؤال هذا اذا هذه ترجع لي 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 للميدان لمسار الميدان. اذا كان الميدان جزء كبير منه يمكن يكون الهواء جنوبي والميدان 3 كيلو والهواء ناطح لها جنوب هذه ما راح تهدي فيها. لكن اذا كان الهواء طبعا جنوبي والهجم بتدبر منه وراها ينطح لها في كيلو ما اعتقد انها هياثر عليها خصوصا اذا ما كانت سرعه الرياح قويه. الاحتكاك يا ابو محمد. نتمنى ان شاء الله ردنا على لايف الرئيس يقول مساكم الله بالخير ابو متلع امسي عليك وعلى جميع الاحباب اهني جميع من تنومس وبالتحديد النادر ولد الجزيره الشحانيه تحت اداره زيد بن محسن بن ديله وعسى فاله الرموز والله يوفق الجميع. شكرا لك يا لايف الرئيس. الراهي يقول ابو محمد عندي طلب نتمنى انكم تحللون على شوط الخزامه ولا هنتم اللي سبقت اليوم الصباح. شكرا لك يا الراهي. اعطونا شوط الخزامه اذا موجود سابقه هي في شوط شوط وراء الشوط اعتقد العاشر شوط زين الشوط اللي قبل الاخير الشوط الشوط السابع الشوط 17 الفتره الصباحيه. صلاح السويركي من جمهوريه مصر العربيه نرحب فيه وكل مشاهدينا العرب من المحيط الى الخليج يقول امسي عليك بالخير يا سعد انت والربع وصح لسانك يا ابو ذيب على القصيده وانومس لهجن الشحانيه وهجن انتاج ام الزبار على العروض الطيبه اللي تبشر الجماهير بالخير وسلام يدعم سلام وسلام يا اهل مصر سلام. صراحة السويركي الظاهر من جماهير ابو ذيب البارحه طالب منه قصيده وليت بيض الله وجهه صديق البرنامج ده محمد تحسدوني بعد على السويركي لا جماهيرك حتى انا مستوى جماهيرك كلمه حق ابو ذيب قصيده جزل والله لا ما عليك زود جماهيرنا جماهيرنا مداخله بس بخصوص الهواء بس باقي تغريده من صدام. صدام يقول ابو يام وباقي الاخوان لهم الحق في طرح ارائهم بدون ان يعترض عليهم احد مثل ابو ذيب. ابو ذيب الله يسلمك دقيقه ابو ذيب الله يسلمك عند اخوانه هنيه وابو ذيب هذه شخصيته. ابو ذيب من النوع اللي يحب انه يتداخل في التحليل وهذا يمكن اللي يميز شخصيه ابو ذيب. انا ما احب اني اسمع ابو ذيب ويسوي في البرنامج وما يسوي في البرنامج هذا من اخواننا الغالين وابو ذيب اراءه تحترم مثل ما هو ايضا يحترم الاراء الثانيه ولكن هذا طبع ابو ذيب. ما بينه وبين ابو ياما شيء ما بينه وبين ابو نواف شيء تشوفون انتم يمكن نقاشات ساخنه على التلفزيون ولكن خلف هذه الشاشه يمكن يتبادلون حتى يمكن بعض الامور ايش قلت يا ابو تبادل العلاجات العلاجات فهذه نقاشات عاديه. انا بقول صدام لا هذا ثاني مره هو يرسل ارسل باسمك الطبيعي يا صدام لا انت مستحي من طرح رايك في ابو ذيب ولا 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 لا تطرح رايك ولا تقرا الاسماء المستعاره هذه
اللي بيحط اسمه يحط اسمه ويحط وجهه نظره ابو ذيب يتكلم ولا يعضله على شحمه ويمسي يا ابو يا صدام هذا لا. صدام طال عمرك ولا غيره اي اسم مستعار تدخل انت ما تدخل بيني وبين اخوياي انا اطرح ابو ذيب ما جاب شيء منكر ابو ذيب ما قال شيء منكر ما صح. قال شيء على الساحه ينرفز المشاهدين ولا قال شيء يغضب الجمهور انت ما تحب ابو ذيب جعلك ان شاء الله ما تحبه الساعه المباركه اما تجيب اسمك الصحيح واكتب ولا لا تقرا اسامي المستعاره هذه لا ابو ذيب تقبل لا انا لا اتقبل من الرجال اللي يظهر الرجال اسمه رجال يظهر باسمه هذا اسمه الصحيح لا 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 ما اسمه صدام صدام اخو هذا ماذا بصدام هذا يمكنه ما يروح حتى قطوه في الشارع لا الاسماء المستعاره لا تقرونها لنا يظهر الرجال يطرح وجه نظر ابو ذيب وما يتقبلها ابو ذيب معلي تقبل انتقبل انتقاده لا لا انتقاد انتقاد الرجال اللي يظهر وينتقد ابو ذيب يظهر باسمه الكامل زين اقرا اسمه الكامل الصحيح قول ما عندي مشكله حتى اما حتى اما الاسماء المستعاره اللي تستنقد ابو ذيب وشغال على ابو ذيب هذا اسم مستعار انا ما اعطيه وجه المفروض احنا ما نقرا تغريدته انا هاي يظهر باسمه واقرا تغريدته زين اعطونا الشوط اذا شوط الخزامه اللي طلبها لنا طلبها من عندنا احد الاخوان شوط الخزامة اللي حققت ناموس الشوط 17 لهجن أم الزبار أو لهجن الشحانية تحت قيادة جار الله بن محمد بن عقيل المري هذه أيضا أبو سلطان جعلها أكثر من إعجاب بأنها راح يتوقع منها إن شاء الله تقديم المزيد أبو يام أشار لها أشار لها السندوانة وغيرها من غيرهم من المحلين من العام عند رعيها يعني سابقها ما في كلام صاحب الكاس في ميدان المرموم كاس ولا عاد سبق رهو وناقش الشبوك وحتى اليوم مركاثة الحجبنا مركاثة طيب ولا حركت إلا في الأمتار الأخيرة وكان الله ودته ذا طيب ورق طيب يعني تلفت النظر أنا الناقة صح حتى ما شاء الله زينة ووضعها زين نشكر ابن عقيل والطاقم اللي عنده على ترتيب هاي الناقة وداهم وما شاء الله أنا بقولك بعد أنا في ملاحظاتي البوش بن عقيل ما شاء الله بوش بن عقيل واضح متحسن وايد السنه صحيح حالتن نعم ومن وركضن متغيرات وايد يعني تغيير مثل فرق وايد عن قبل ماضيهن هن قبل الفنجات لكن السنه حال البوش بخير الله يبارك لهم فيهن ان شاء الله ويوفقهم وركضن زين كلهن من من المثلث هذا الاول دائم الموسم هذا وركضن وداهن وحالتن وصحتن نشكر نحن مضمرهن ونشكر الناس اللي قايمين عليهم بعد ويسنعونهن يستاهلون إدارة طيبة عندهن نعم تفضل أبو يام الخزامة سبقت اليوم بأقل يعني بأقل جهوز جهوزها يمكن ما وصل 50% راح تكون في الختاميات رقم صعب الله بجوزها وابن عقيل مثل ما تفضل أخونا أبو سلطان السنة هذه بيكون حضوره ملفت وقوي جدا ايضا مع زميله محمد بن خالد العطيه الاسمين هذه مع اخوانهم الاخرين سواء جابر بن سالم ولا سالم بن فران ولا فران محمد بن قريه نعم او مضمرين هجن الزبار من العام الماضي على حسب المعطيات اللي نشوفها من هجنهم فنتمنى لهم التوفيق وراح نشاهد السنه هذه ختاميات على اعلى مستوى سالم الخزامه انت اشرت لها في اكثر من موضع والخزامه تاتي ب تاريخ وبإنجاز اسمها إنجاز قبل وكانت اسم على مسمى محققة كأس الحقائق في جائزة سمو الشيخ حمدان محمد ولي عهد دبي ولي عهد دبي وأنا وش قلت جائزة جائزة سمو الشيخ حمدان محمد جائزة سيف الكبرى هذه متعودة على كم مرة نعم بالنسبة طال عمرك هذه طال عمرك ثمار اقتناء هجن الشحانية النوعيات هاي البكرة نوعية الشارع العام الماضي يتكلم عنها اقتناهم للبكرة هذه طال عمرك ومحافظة ابن عقيل على مستوى الناقة السنة هذه شفنا طال عمرك حضورها بعد في المحل الخامس سبقت واليوم تسبق برهوة تجهيز للبكرة نتمنى إن شاء الله نحن نشوفها إن شاء الله في الختاميات وهي بتكون رقم صعب البكار اللي راح يكون يعني وجودها بسبب حتى اسمها في الشوط بيكون بيعمل ضغوطات على المنافسين هاي البكرة لها جمهور بعض الحلال يسبق لكن في حلال لها جمهور هذه من البكار اللي لها ناس يتابعونها حتى يحضرون الركض في المحليات عشان يشوفونها البكرة فارقة مستواها مستوى مات رموز
ماخذه رمزين اعتقد في رصيدها رمز في سن الحقائق. وهي البكره الوحيده اللي العام الماضي غيرت النظريه عند اكثر المضمرين. هي من عادها مفروده في شهر 7 سابقه هنا في الشحانيه. وواصلت شوف للختاميات. وخذت رمزين. رمز السيح. فقالوا الناس يضربون امثله عليها، فالنادره اللي مثل ذي صارت طال عمرك مضرب مثال. يقول لك المطيه ما يضرها، تركضها شهر 7 وتواصل معك الختاميات. يعني يمكن السبق فيها وايد. السبق فيها سبق وايد. اي نعم. خاف تسوي واحده من ذي او تعيش عليك. نعم. وين الحين الخزامه؟ تقريبا في المركز السادس او السابع. البيضة ترى. خامس تقريبا. واحد اثنين. البيضة. السادسة الحين. نعم. البكرة البيضاء. هذه في رصيدها طال عمرك رمز كاس وزارة الرياضة بميدان السيح وطلعت وجابت أفضل تيم كسرت الست وطلعت لدبي وحققت أفضل تيم أيضا في ذاك المساء. بكرة ما بعادية وإن شاء الله أنا شخصيا ترشيح عليها من اليوم. ترشيح كاس اللقاية في ختامية الشحانية. أنا ترشيح عليها من اليوم. نعم ولد بيها الباز. بعيد بن جميل وهي مشرية من سلطنة عمان. نعم هذه إنتاج السلطنة أبو نعم. السلطنة. منجم السبب. ونعم ميدان الابيض ونعم مشي عليهم ويا ليت جدها الباز جدها الباز وابوها باز من جميل نعم هو ظن بيعت بن بشيط بعيد بعيد ما ادري والله بعيد انتاج خزيم بن عايض لكن ابو بشيط بايع لنا واظن بن بشيط هو اللي بايع ما شاء الله ما شاء الله الحين نشوف الخزامه تقريبا في المركز الثالث اللي هجن الشحانيه بقيادة المضمر جار الله بن محمد بن طالب لا بن المضمر البرنس هنا نشاهد السيطرة لهجن إنتاج أم الزبار هذه العزبة التي تألقت بحصدها لتسعة أشواط في الفترة الصباحية وأربعة أشواط في الفترة المسائية نشاهد هنا ارتفاع معدلات السرعة في الأمتار الأخيرة إلا أن الخزامة الآن بدأت تتسلل وبدأت تتقدم تنشد الصدارة وتنشد المركز الأول رغم صمود ورغم احتفاظ هذه المتقدمة مع شعار أم الزبار بالصدارة إلا أن الخزامة بدأت تقلص المسافة ومثل ما نشاهد عصاها في البطان بدأت الآن تسحب بساط المركز الأول لمصلحتها وتتسلل شيئا فشيئا والآن بدأت السرعة يمكن الأوامر تلقائية نعم سلطان نعم بدون أوامر ناقل نعم الآن طلعت عصاها ونشوف أنها بدأت نعم بدأت السرعة ما شاء الله ما شاء الله عليها ايش تلذع الله يبارك لها فيها ان شاء الله نفس مسارها يوم يحق يا ابو محمد السبوق دائما طال عمرك اذا تواجد احنا السنه نسولف مع اخونا محمد بن راشد ابو سعيد نقول له وينك؟ قال انجاز ما عندي مثل نوعيتها الله يجيبها ان شاء الله الله يرزقنا ويرزق كل مسلم وياكم ان شاء الله ولكن الذلول الطيبه السبوق هي طال عمرك اذا تواجد عندك في العزبه تسوي طال عمرك الناس كلهم يسالون عنك واذا غابت السبوق تراك انت مضمر انت موجود صح خمس ثواني حطت الخزامه بينها وبين المركز الثاني اللي جات فيه شراره لهجن ام الزبار نهائي بعد ما شاء الله نعم. انا قبل ما اسكر موضوع الاشواط الصباحيه اتقدم بالتهنئه ايضا لسعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد ال ثاني اللي حضر شعاره مع صامد وحقق المركز الاول في الشوط العاشر ايضا هجن الغرافه وتقدم بالتهنئه الى سعاده الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل ال ثاني داعم الشعار الغرفاوي اللي حضر في الشوط الثاني عشر مع هاجد بقياده المدهوشي وكذلك ايضا هجن المرقاب هجن المرقاب في الفتره المسائيه صحيح نعم هجن المرقاب ايضا حضرت في الفترة المسائية مع مشيرب نتقدم بالثانية لسعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني على تقديمه لمشيرب والمضمر خميس بن سعيد بن صالح الزرعي وكذلك سعدنا أيضا بتواجد شعار هجن زعبيل الذي حضر وتألق مع شاهين في الشوط الثاني عشر نتقدم بالثانية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد بن مكتوم ونقول رحمة الله على الشيخ حمدان بن راشد يجعل عظامه الجنة آمين وأيضا نهني راشد بن محمد بن مروشد مضمر شاهين إذن هذه الشعارات التي حضرت إلى جانب شعار هجن الشحانية وهجن أم الزبار نذهب بكم إلى فاصل لنعود من بعده لنتعرف على منافسات يوم الغد مع سن الجذاع وهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ بعد الفاصل
حياكم الله مشاهدين الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل لنواصل الحديث عن ما تحمله منافسات هذا الميدان، ميدان الشحانية، في هذا المهرجان الكبير الذي نعيش فيه الأفراح ونعيش فيه اللقاء بالأشقاء، في أمسيات وفي تحديات مميزة نعيشها في ميدان الشحانية. في يوم الغد المنافسات ستكون مع سن الجذاع للأشواط المفتوحة بمشاركة شعارات أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. هناك 18 شوطاً في الفترة الصباحية، بينما ستشهد الفترة المسائية انطلاقات قوية وعالية المستوى من خلال 14 شوطاً. إذن فهد، أشواط مرتقبة في يوم الغد، أسماء تابعناها في سن اللقاية العام الماضي تمثل هذه الشعارات، إلى جانب أيضاً صفقات جديدة أبرمت، وبالتالي الجمهور مدعو لمتابعة أشواط مثيرة في الفترتين. بكرة إن شاء الله راح يكون أشواط الجذاع المخصصة لأصحاب السمو والسعادة الشيوخ. سن الثبات، إحنا نسميه سن الجذاع، هو سن الثبات. الهجنة اللي ماخذ الرموز العام الماضي راح نشوفها في مشاركاتها في هذا الموسم، بالإضافة إلى المشتريات اللي تم شرائها في سن اللقاية العام في نهاية الموسم في التسعيرة، كان في مهرجان سيدي سمو الأمير، ومشتريات سن الجذاع في هذا العام راح بكرة نشوف وش اللي ثبتت على مستواها وش اللي تطور مستواها. راح نشهد إن شاء الله منافسات طيبة، منافسات قوية، توقيت مميزة من خلال مشاركة عزب إنتاج أم الزبار وعزب، لأن إنتاج أم الزبار تقريبا هناك حوالي 3 عزب عندها تمتلك سن الجذاع، بالإضافة إلى العزب الأخرى بس تمتلك سن الحقائق واللقاية فقط، لكن هناك عزب مثل عزبة ناصر بن حمد وعزبة طال عمرك ابن برقان، هذول يمتلكون سن الجذاع عندهم. هذه عزبتين، باقي العزبة الثالثة بن سلامة. لا، بن سلامة عنده فقط الحقائق واللقاية. فراح نشهد، وعزبة فاران كذلك عنده سن الجذاع. راح نشهد طال عمرك بكرة منافسة، وراح نشوف هجن كذلك الشحانية وهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ المشاركين سواء من داخل الميدان أو من خارج الميدان. نسأل الله التوفيق لهم إن شاء الله. نعم، بنجرحب فيها اسماء ايضا ينتظرها الشارع وينتظر متابعتها لهجن الشحانيه. عندك على سبيل المثال مهره صاحبه الشلفه في مهرجان سيدي سمو الامير وغيرها من الاسماء اللي ننتظرها بكره. نعم ابو محمد، ويمكن يطلع لنا اسماء ثانيه. المؤسسه هاي تملك نوعيات، يمكن فيها اسماء العام الماضي ما طلعت على الساحه بسبب اصابه ولا مرض ولا ما، لكن العرب والهجن تختلف، ينتهي الموسم بنوعيه ويبدأ لك الموسم القادم بنوعية ثانية. هذا اللي بنشوفه بكرة، هي يعتبر يعني أقوى شوي من المحليات، يمكن هجن خاضت عدة مشاركات محلية سواء كان في الدولة ولا خارج الدولة، ولكن مهرجان نظرا للجوائز القيمة اللي قدمتها اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بيضطر المضمر أنه يظهر بعض النوعيات. هذا اللي بنشوفه، بنشوف هجن مستواها يمكن حصل مستوى افضل مستوى العام الماضي، وهجن بمستوى العام الماضي، وهجن تنزل مستوى. هذا اللي مترقب واللي بنشوفه. اللقاء الودي هذا اللي تكلمنا عنه بيكشف لنا بعض النوعيات، مثل ما ذكر ابو سلطان في بدايه الحلقه ركز له على كذا اسم. نعم، هاي تعتبر نوعيه، واكيد بيتفق مع كثير الشارع الرياضي في اختيار ابو سلطان. بكره بعد محك شوي نقول اقوى من المحليات وبيبين لنا النوعيات. نعم، شو المنتظر بكره والسلطان؟ شو اللي ينتظرنا كجمهور؟ والله الشاب اللي نحيد العام شاب جات، هل هن بيارك هن باشر هم ركضات الله أعلم، ما ندلل مثل مهرة مثل طعم كده عود الشباب اللي ما هذا الرمز مثل، يعني الشاب وايدة عدة، لكن طعم كان هن يعني باشر هل هن مضمرين مستعد عادين حق المركاض أو بعد المخرات أو ما تعرف، مرة بنشوف باشر منافسة قوية وركض قوي من الإذاع. الإذاع معوداتنا العام في السنة اللي قاية مركضات ركضوا قوي في يوم الختامي سواء في القطار وفي المرموم وفي الوثبة، يعني شايفين منهن ركض، لكن الركض ذاك بعده وقته ما ياء، والشباب الحين يعدونهن هلهن وتوهم مجهزون، أما الركض اللي نباه من الحين ونشوفه هذاك وقته بعده اللي هو الركض اللي يرفت النظر، لكن السبوق تشر تبين تبين. بس لازم مضمرين يطلعون نوعيات. نعم، عرفوا عاد وش اللي بيجهزون عندهم مشاركات قريب
وعندهم منافسه ووراهم جمهور، لازم يطلعون نوعيات. يعني تقول انت في الشوط باكر الاخير ولا في الشوط اللي قبل الاخير ولا مترصف مثل ما اليوم لقطنا من الاشواط يعني. صح. اي نعم. نعم. ما يبادرون مثل الشوط الرمزي، الشوط الرمزي مع الرشاب. صح. اي نعم. شو اللي ينتظرنا بكره ابو ذيب؟ والله ينتظرنا طال عمرك الاسماء المعروفه اللي شفناها في العام الماضي، وهي اكيد راح تظهر، ما قعدها في العزبه بيظهرها بالصوره المطلوبه، لا بد انها تظهر في الشوط الاول ولا في الشوط الاخير. وبكره طال عمرك لهن عادات، بيظهر حلال معروف واسامي معروفه ولها جماهير ترى، مثل مهره وما مهره، هذه جمهورها يمكن جميع من يشجع هجن الشحانية يدور مهره ويشوف شعلومها ويتطلع لها ان شاء الله، وهي ان شاء الله انها طيبته بخير، وان شاء الله انها على الظن وفوق باذن الله. نعم. ايضا الى جانب الاسماء اللي تميزت في الختاميات العام الماضي ابو نواف، ايضا ربما هناك اسماء يمكن كانت تعاني نقول العام الماضي اما من اصابه او بعض الظروف، ممكن نشوفها وتكون بمستوى مهره ممكن اقوى ان شاء الله. نعم ابو محمد، هذا المتوقع من مؤسسه مثل مؤسسه الشحانيه، اكيد انها تمتلك نوعيه مهره ويمكن اقوى من مهره، واكيد حلال عام ما ظهروه لظروف ما او انهم متداخلين لهذا السن لوفره السبق عندهم. العام تابعنا لهم في اشواط التمهيديات، الاشواط الاخيره ما دخلت فرموز لكن كان مستواها عالي، من هنا بتذكر بكر عند بن عقيل الوايد، هذه بكر بعد من البكار اللي بتصنف وبتظهر. اكيد هجن الشحانيه تمتلك الكم والكيف ابو محمد. صحيح. واخفاها في الاشواط، يمكن بكره في الاشواط المتاخره لن يغيبها، حتى وان ظهرت في اشواط متاخره اكيد الجمهور عارف ومتابع ان هذا الهجن على موعد مع الختاميات بتكون، فهم يعدون العده ويطبخون على نار هادي، ونتمنى لهم كل مشجع هجن الشحانيه يتمنى ظهور هذا الشعار في الوقت المناسب، واكيد انهم ما بيستعجلون وان كانت هناك مشاركات قريبه، لكن كل مضمر له استراتيجيه خاصه. صحيح. وفي نفسيته وفي معرفته عند الطاقم معه مركزين على هجن معلومه من خلال اشتراكات ومن خلال ايضا تفاحيمهم، يعرفون الجويه اذا قبلوا عليها وجهزوها التجهيز الصح عطت المركاض المطلوب، سواء في اقرب فرصه في الصياهد او كذلك مشاركات الكويت او في ختام دبي ولا في حسب البرنامج اللي هم يعدونه، كل مطية اكيد لها موعد مع اللقاء. صحيح. ولا في الشحانيه، فهذه الختاميات هي اللي بتبرز المستوى الحقيقي للهجن، اما بكره تمهيديات واخفاء للاوراق وتقديم خطط سنراها يمكن تتضح منها بعض الامور مثل ما اتضحت الليله، مثل ما اشاروا الاخوان على الخزام وعلى شخصيه وعلى منحاف وعلى هجن اخرى، اكيد بكره بنتكلم عن نوعيه تظهر لنا بالشكل اللي احنا نحبه. نعم. سالم، من اهم المحطات اعتقد الاعداديه لهجن الشحانيه هي محطه مهرجان المؤسس، اذا وضعنا في عين الاعتبار مهرجان جائزه الملك عبد العزيز القريب جدا، مهرجان على الابواب، ومنتظر من هجن الشحانيه ان تمثلنا خير تمثيل في تلك الجائزه، وبالتالي هي مرحله مهمه جدا الى جانب الاحتكاك للهجن اللي ما راح تشارك في جائزه الملك عبد العزيز، ولكن هذه المحطه في غايه الاهميه بالنسبه لهجن الشحانيه وبالنسبه لمضمرين هذه العزبه. مهرجان المؤسس دائما بحط انظار الملاك والمضمرين، حتى المضمرين المؤسسات يطمحون انهم يشاركون في مهرجان المؤسس، لان مهرجان المؤسس يعتبر مهرجان مصغر للمؤسسات تتكلم، لان ما في رموز لكن فيه جوائز وفي احتكاك فعلي بين المؤسسات، هذا الاحتكاك هو اللي يعطيك مؤشر على استعداد المطيه وتقييم مرحلة المطية هذه، هل هي قادرة تخوض المحطة الجاية أو لا، يعني يطلع لهم النوعيات المطية اللي راح تقدر على أنها تشارك في الرمز في مهرجان الصياد. المضمر له دور بعد، له نظرة بعد في الحلال، فشفنا العام الماضي مطايا شاركت عندنا هنا في الشحانية في مهرجان المؤسس، وبعد المؤسس راحت مهرجان الصياد وخذت الرموز وظهرت بظهور طيب، تقييم المضمر لها كان مبني على مهرجان المؤسس. فأكيد أن كل مضمر الحين عنده طال عمرك المطايا اللي راح يوديها لأشواط الرموز، لا
لان المشاركه في مهرجان الصياد توجه والانظار والاعلام والجمهور التركيز اكثر على الرموز في كل سن، بالذات تتكلم عن سن اللقايه والجذاع والثنايا والسيف. بالنسبه للحلال اللي راح يشارك مهرجان الصياد راح تشوفه تقريبا المطايل برزت بروز طيب في مهرجان المجلس اقرب من المشاركه، هي نفس المطايا اللي راح تخوض تقريبا المنافسه في مهرجان الصياد. نعم، هي محطه مهمه جدا. طيب. والاهم ابو يام هي مساله الاحتكاك، هي المطلوبه بالنسبه للمضمرين. المضمر يبحث عن الاحتكاك من اجل التقييم، من اجل التصنيف، من اجل اكتشاف نقاط القوه ونقاط التحسين. صحيح ابو محمد، اهم نقطه في عالم سباقات الهجن اللي هو الاحتكاك. الاحتكاك هو اللي يجهز الذلول، والتحميل اللي يجهز الذلول، والمشاركه الخارجيه هي اللي تجهز الذلول. لو لاحظنا اكثر البطايل اخذت الرموز هي اللي خاضت معارك قبل ما تخوض المعركه الاخيره، فيعطيها افضليه من ناحيه الجهوز، من ناحيه الخبره، من عده نواحي. كذلك نوع بكره راح تفرق السلالات. دائما لما تنتقل الهجم من سن الى سن يكون في خيارين، يا مستواها يثبت تطور شيء بسيط، يا ينزل مستواها يكون مستواها بس لقيه، او مستواها يتطور جذعه. هنا يلعب دور اللي هو سلاله الذلول. كذلك دور المضمر في مقيضها وفي ترتيبها وفي امورها قبل ما يشارك عليها. نعم، محافظه عليها، كذلك المحافظه عليها في مشاركتها في سن اللقايه. فبكره يمكن نشوف هجن ما كانت في الساحه في سن اللقايه يشوف مستواها عالي، سواء على مستوى القعدان ولا على مستوى الكار. يمكن نشوف هجن صاحبات رموز تطور مستواها الافضل، يمكن نافسوها قريب منها في سن اللقايه في مسافه 6 كيلو تجعل فارق اكبر. نعم، فجميع الخيارات متواجده يوم الغد، وراح ان شاء الله نشوف. ان شاء الله. ابو سلطان، نقطه اشار لها مشاري مدى صحتها في عالم سباقات الهجن، اللي هي مساله السلاله، هل تفرق في التقدم المطيه في مرحله عمريه ثانيه مع زياده المسافه عليها؟ هل السلالات تلعب دور؟ نعم، السلالات طال عمرك لها في تغير السن، في تغير السن وفي تغير المسافات طال عمرك. بعض السلالات كل ما كبرت شبر ركضها وياها، هي السلاله القويه السلاله المعروفه يكبر سنها وركبها، ركبها يصير ويا سنها، كما يتسن سنها لانها افضل عن سنه يوم هي لجيه، افضل عن يوم هي دعاها، افضل عن يوم هي لجيه، يوم هي ثنيه افضل عن يوم هي دعاها، ودخلت في السن الكبار، يعني سنها يكبر مثل ما قال بن مصلح، كل ما شبرت شبر مخزن هواها. نعم، فالسلالات طعم سلاله معروفه طعم ملك اللي هن تلقاهن مستمرات، ولا نرفع سلاله عن سلاله ولا نحتقر سلاله. وفي الشاعر دام انك جبت ذكر بن مصلح، شو يقول الشاعر اللي يقول يوم تفرق سلاله عن سلاله؟ تفرق سلاله، هذا ايضا حميد النيادي. شو يقول؟ والله في عاد يوم يقول تفرق سلاله عن سلاله، لكن ما يحضرني البيت والله. واللي يغسل متواصل يضرب شاهين وعياله. هذا بن مصلح قصيده. السلالات هاي طال عمرك. السلالات كلها طيب، سواء سلاله التهجين او سلاله زبوننا هاي المحليات اللي هن طعم مثل شاهين ومثل طعم امريك هملول ومثل صغان ومثل طعم، لكن السلاله كلها ما يستهان بها، سواء طعم امريك من السلاله المحليه وسلاله هاي الزمول البجنه طعم امريك ينا من السودان واللي ينا طعم امريك كل طعم امريك انتجن سبق وانتجن طعم امريك. نعم، بجن ما فيها كلام. شكرا لك ابو سلطان. اذا مشاهدينا الكرام، ننتظر بكره المنافسات المثيره مع سن الجذاع. يبقى لنا في الختام ان نشكر كيك كورنر على تقديمهم للفوالة الطيبة عندنا في مجلسنا في برنامج الريس. نشكر إذا شركة كيك كورنر على تقديمهم لهذه الفوالة الطيبة، ونقول ما قصرتوا على هذا الترتيب العدل. شكرا لكم. كذلك نتقدم بالشكر الجزيل لشركة عودنا اللي قدمت أيضا لنا العود الفاخر، العود الطيب. شكرا لشركة عودنا على هذه المساهمة أيضا، وعلى تطيبنا في البرنامج في المجلس بالعود الطيب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام، نشكركم جزيل الشكر، أشكر أخواني المحللين كذلك من فريق العمل، لكم أجمل وأطيب تحية وتصبحون على خير.